خير. موضوع بقى الاسماعيلي وكل شويه الناس مهما قلت ومهما قالوا رجالات الاسماعيلي، لكن الكذاب له هدف وعارف انه كذاب. الاسماعيلي اتنقل منه للنادي الاهلي 17 لعيب وما اتنقلوش منه، منهم 7 لعيبه ما اتنقلوش نقل مباشر، راحوا عبر انديه تانية مشيوا واحنا خدناهم الانديه التانية. ورغم هذا هنعتبر يا سيدي ان هم، رغم ان هم معظمهم ما كانوش لعيبه الاسماعيلي كمان، يعني في لعيب راح مثلا زبركات قضى 3 سنين وبعدين مشي، كلهم انديه يعني اخرى، الغالبيه انديه اخرى، انما هنعتبر يا سيدي ان هم من النادي الاسماعيلي. الاسماعيلي واخد من النادي الاهلي او من ابناء الاهلي في صفوفه 27 لعيب منهم نجوم دوليين كبار كبار، وغالبيتهم ابناء مدرسه يعني الكره في الاهلي، الكابتن عصام الحضري، الكابتن شادي محمد، الكابتن محمد فضل، الكابتن هاني سعيد، الكابتن محمد جوده وابراهيم سعيد، محمد جوده ومحمد ابراهيم سعيد، كلهم من ولاد الاهلي بقى. ماشي. طيب الزمالك واخد كام لعيب بقى؟ الاهلي اللي بيفرق واخد 17، واخد 19 من الزمالك. طب ليه التركيز عن الاهلي؟ الزمالك واخد 19 من الاسماعيلي. من الاسماعيلي؟ طب ليه التركيز على ان الاهلي بيفرغ الاسماعيلي من نجوم؟ لان الاهلي كسب، هو ده كسب بيه بطولات، هو ده العرق، كسب معاهم بطولات، مش بي يعني، وهم كسبوا معاه بطولات، ساهموا في بطولات الاهلي، تبادلوا المساهمه في تحقيق البطولات، نجحوا، تألقوا، توهجوا، دخلوا المنتخبات، حققوا البطولات في تاريخهم بنسبه 90% من خلال النادي الاهلي، وحقق معهم الاهلي النجاحات. ال 19 اللي راحوا الزمالك ما توقفش عندهم لان لم يتحقق من خلالهم بطولات. رغم ان اللي راح الزمالك هيجي واحد يقول لك اصل الاهلي بقى بياخد الزبده طيب احنا عايشين طول عمرنا نسمع ان الزمالك عنده احسن سكواد في مصر واعلى نجوم في مصر، وعين الزمالك الخبيره بتجيب احسن لعيبه من الخارج. مش ده بيتناقض من انك انت بتجيب احسن لعيبه من النادي الاسماعيلي وما بيكسبوش معاك بطولات؟ مش ده بيتناقض ان اللعيب اللي بيجي لك من الاسماعيلي لا يتالق عندك، وواحد زي ابراهيم حسن هم كسر الدنيا في بيراميدز، في بيراميدز مش بيتناقض ان الباك الاسمر اسمه صالح، الباك رايت، انه وهو مترشح لمنتخب مصر جه عندك وما عادش سنه، مش بيتناقض. باهر المحمدي، وباهر، لا باهر المحمدي، باهر المحمدي وشوقي السعيد ورضا سيكا، وخد بقى من ده كتير يعني، والهداف احمد علي جاي هداف كتير كتير، جاي لك هداف 19 من عندك راح هداف المقاولين 19 واحد. اذا مساله ان انت بتاخد اللعيبه لا يحققوا معاك، هي دي مربط الفرس يا استاذ ابراهيم. لو اللعيبه دي كانت دخلت النادي الاهلي لم يحققوا نجاحات ولم يحصلوا مع الاهلي على بطولات والاهلي يحصل بيهم على بطولات، ما كانش حد توقف. اذا المساله مش مساله لا تفريغ ولا دياول، المساله مساله ان الاهلي في حته الناس عايزه باستمرار تنال منه، وهو ده بيفسر لك حته بيراميد بيلعب امبارح علاقه الاهلي ايه بالموضوع. طب ما انت، هو على رايك، هو انت جاي تقول لي ان جماهير بعضها يعني فرحان وبعض مش عارف ايه؟ ده في ده انت عايش تجاره الكراهيه ضد الاهلي الفتره اللي فاتت من لاعبين ومسؤولين بيدفع لها فلوس عشان تطلع تقول لك بكره الاهلي يعني، ومحدش بيحاسب، كل قيمتها في وسائل الاعلام انه يطلع يقول انا بكره الاهلي، يوم ده ياخده وده ياخده وده ياخده يقول لك انا بكره الاهلي، ولا يتوقف احد. يا مدام نجلاء اين انت؟ يا استاذ خالد اين انت؟ يعني فين الناس اللي هي بتبكي على القيم وعلى الفير بلاي وعلى، انا عايز الاعلام يبقى له رساله ان احنا ضد الشماته، ضد ان احنا يعني، انا بالعكس النهارده ناس كتير بتتكلم بقى، وكابتن احمد فتحي والكابتن رمضان والكابتن وبيراميد وبتاع، بالعكس كابتن احمد فتحي قصته ايه؟ هتناقشها ولا اقول؟ هتتناقش. كابتن رمضان، الكابتن عبد الله سعيد، يا سيدي كل انسان اختار حاجه نتمنى له ان ربنا يكرمه فيها، بس يظل الاهلي دون ان يتاثر، ده همنا ان الاهلي يظل في مكانته
واللي يوفق واللي يختار اي حاجه مسيره. مش عايزين نكره، مش عايزين الرياضه تحولنا الى ناس بتحب وتكره. تمام.